من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب أن الأئمة نور الله عز وجل من كتاب الكافي الشريف الحديث الخامس من احاديث هذا الباب حول تاويل الايات المباركات في سوره النور الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم هذا المقطع الأول من الحديث الشريف في تفسير او تاويل هذا هذه الايه. المقطع الثاني في تاويل الايه اللاحقه وسنذكرها ان شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى حينما يريد يبين الحقائق للناس احيانا هذه الحقائق صعبة الفهم عليهم وحيث ان القران كتاب هداية فان الله سبحانه وتعالى يسره للناس ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر وهناك اساليب قرانيه متعدده لتيسير المعاني وافهامها للناس من جملة الأساليب ذكر الأمثال، وهذا طريق وهذه طريقة متبعة عند الناس أيضاً، لأن القرآن بلسان بلسان عربي مبين، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلذلك الأساليب المتبعة بين الناس في افهام الكلام القرآن ايضا استعمل تلك الاساليب بطريقه اعجازيه بحيث ان الناس لا يتمكنون من ان يصوغوا كلاما بفصاحه القرآن الكريم مع انه القرآن مركب من هذه الكلمات وهذه الحروف التي يستعملها الناس العرب في كلامهم وليس القرآن رموز ولا كلمات غير مفهومه، لا كلمات مستعمله الناس يستعملونها في حواراتهم في كلامهم، لكن استعمل تلك الكلمات بتركيب اعجازي لا يتمكنون من ان يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بلا تشبيح أنت تجد مثلا أديب قدير جدا وإنسان لا يعرف الصنعة والفن الأدبي تشوف هذا الأديب القدير جدا استعمل نفس الكلمات لكن التركيب بتركيب جعل الكلام بليغا جعل الكلام أدبيًا القرآن نفس الكلمات التي يستعملها العرب لكن التركيب تركيب إعجازي، على كل حال من جملة الأساليب ذكر الأمثال لماذا؟ لأن المثل الإنسان متعلمه ومتعلم الفكرة اللي المثل يريد يوصلها. وهذا صار في مخزون في مخزون ذهنه اذا انت في مورد اخر تريد تجيب نفس الفكره بدل ان تاتي وتشرح وتذكر مقدمه ومؤخره وهل السامع يفهم وما يفهم انت تجي تذكر المثل ما اكتنزه من فكره ترتبط بذلك المثل يطبقه على المورد اللي انت تتكلم تتكلم حوله لذا بمثل مختصر بسيط يمكنك أن توصل فكرة اللي إيصال تلك الفكرة كان يحتاج إلى مثلا صفحات وكلام كثير هذا أسلوب يستعمله الناس القرآن أيضا استعمل نفس الأسلوب ويضرب الله الأمثال للناس وتلك الأمثال نضربها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها زين إحنا الآن نجي نريد نذكر الأمثال لا يجوز لنا بالنسبة لله أن نذكر مثلا من عند أنفسنا فلا تضربوا لله الأمثال لنا أمثالنا بالنسبة لله سبحانه وتعالى قد تكون تشبيها، وقد تكون تنقيصا، نحن يجب أن نوقر الرب سبحانه وتعالى، ونقدسه، قد نستعمل مثلا لا يناسب، لذلك إحنا ما عندنا حق نضرب الأمثال لله سبحانه وتعالى. بس الامثال في هذه الايه شنو فلا تضربوا لله الامثال يعني تفاسير متعدده انه لا تذكروا له ان الاصنام تشبهه، لا تذكروا له شريكا كذا ولا تشبهوه بغيره، ولا تضربوا له مثلا اللي هو هذا الشاهد عندنا الان في الكلام. لكن الله سبحانه وتعالى هو يضرب مثلا لنوره مثلا لأن الله سبحانه وتعالى يعلم حقيقة نفسه فالمثل الذي يضربه لنوره مثلا هذا لا تنقيص فيه بل تقديس كامل وتعليم لنا زين هذه الآية الشريفة نأتي أول في تفسيرها بعدين نجي إلى تأويل الإمام عليه الصلاة والسلام لهذه الآية الله نور السماوات والارض طبعا مو المراد الله نور السماوات والارض يعني نور الشمس مثلا لو واحد ظاهري لازم هالشكل يفسر نور القمر كلا هذه مخلوقات لله سبحانه وتعالى النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره يعني هذه الجزيئيات النورية التي يعبر عنها في العلم الحديث بالفوتونات هذه الأجزاء الصغيرة النورية هذه ظاهرة بنفسها ما يحتاج فتشي يجي يظهرها هي ظاهرة وتظهر غيرها يعني إحنا نرى جدارا سقفا إنسانا الأشياء التي نراها كيف نرى في الظلمة لا نرى، لماذا في الظلمة لا نرى؟ لأن الرؤية تكون عن هذا الطريق بأن النور يصطدم بالأجسام فيرجع ينعكس. يعني العين تلتقط هذا النور تحوله إلى أمواج ضوئية عبر شبكة الأعصاب. يصل هذا النور إلى الدماغ. والدماغ النقطة التي فيه، نقطة الرؤية، ترى الأشياء. يعني في الواقع الدماغ هو الذي يرى، العين وسيلة لنقل هذه الأمواج الضوئية. إذا النور هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره. لماذا القرآن قال الله نور السماوات والأرض؟ لأن الله سبحانه وتعالى وجوده بالذات ليس بالعرض ولا بالغير الله سبحانه وتعالى واجب الوجود يعني وجوده ضروري ليس هناك خالق خلق هذا الوجود اوجد هذا الوجود افاض الوجود عليه كلا هو ازلي يعني لا بدايه له قديم فالله سبحانه وتعالى موجود واظهر الموجودات يعني خلقها كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق لله وايضا الله سبحانه وتعالى ظاهر بنفسه يعني وجود الله سبحانه وتعالى بديهي اذا واحد عند عقل يستعمل عقله شوف امر ضروري اصلا من الواضحات البديهيات فالله سبحانه وتعالى وجوده ازلي واظهر الموجودات وهو واضح لذا من اسماء الله سبحانه وتعالى الظاهر واضح هذا الوجود يعني الانسان بعقله بفطرته يدرك هذا الامر لذا طول تاريخ البشريه الناس حتى الأقوام البدائيين يعتقدون بالله سبحانه وتعالى نعم الأكثر أخطأ الطريق جعل الله شركاء أو صور الله في شكل الصنم سبحانه وتعالى عن ذلك لكن أصل وجود الله كل إنسان بفطرته وبعقله يدركه لذا الملاحدة دائما أقلية وكلامهم خلاف العقل خلاف الفطرة لذا من أعمل عقله يرفض كلامهم ردود فعل نفسيه جراء اعمال الكنيسه في القرون الوسطى وجراء الغرور وجراء كذا سببت لهؤلاء ان يلحدوا، ولا اذا واحد اعمل عقله واستعمل فطرته، شوف امر واضح جدا ظاهر بنفسه، وايضا دلالات الاشياء من قبل الله سبحانه وتعالى يعني هذا النبي له دلاله، من اعطاه الدلاله؟ الله سبحانه وتعالى اعطاه المعجزه، اعطاه المنطق الصحيح وهكذا. فلذا هذه الايه قالت الله نور السماوات والارض. ثم الله سبحانه وتعالى هنا يضرب مثلا لنور الله، ليس مثلا لله، مثلا لنور الله. مثل نوره كمشكات المشكات يعني الثقب في الجدار اذا يردون يركزون النور حتى النور لا يتبعثر لان النور من طبيعته انه ينتشر في كل مكان ليس باتجاه واحد يعني انت الان اشعل شمعة نور هذه الشمعة يكون في الأطراف الست فوق وتحت والشمال واليمين والأمام والخلف من كل الجهات ما إلى جهة واحدة فهكذا النور يتوزع فإذا يردون يركزون النور يحصروه في مكان بحيث أنه النور يشع من جهة واحدة يعني الان مثلا البروجكتورات هذه الاضويه القويه التي تستعمل في الاستوديوهات او في الملاعب الكبيره او غيرها تشوف خلفها مغلق لماذا خلفها مغلق؟ حتى النور لا يتجه من ذلك الاتجاه، يتجه من اتجاه واحد خلفها مغلق، فوقها مغلق، تحتها مغلق فكل النور يجتمع من جهة واحدة حتى أكو بعض هذه البروجكتورات خلفها أكو مرآة لأن المرآة تعكس النور فيزداد إشعاعا وإضاءة زين في السابق ماذا كانوا يفعلون حتى النور يصير قوي يتركز يثقبون الجدار ثقب في الجدار طبعا خلف هذا الثقب مغلق فوق مغلق تحت مغلق من جهة واحدة هذا النور يسطع يخلون مصباح المصباح الفتيلة والمخزن الذي فيه الوقود ثم يجعلون على هذا المصباح زجاجة حتى هذا النور لا يتحرك بالهواء، وحتى هذه الزجاجة تزيد إشعاع النور. أو أحيانا كانوا يضعون لوح من الزجاج أمام هذا الثقب. يعني أحيانا فانوس فيه المخزن وفيه الفتيلة، وعليه على الفتيلة وعليها الزجاجة، وأحيانا أمام الزجاجة. هذا يزيد من إشعاع النور. زين الوقود هم يختلف. اكو نوع من انواع الوقود يزيد النور ونوع من انواعه يقلل النور. اجود انواع الوقود وقود مستخرج من الزيتون. يعني زيت الزيتون. وهذا الزيت من شجرة تشرق عليها الشمس من طلوعها إلى غروبها. لأن الشجرة إذا كانت الشمس دائمة الإشراق عليها ثمرها يكون أجود. أو ذلك الزيت من زيتون أرض الشام لأنه أفضل أنواع الزيتون من هناك. زين. الوقود هو زيت وأجود أنواع الزيوت هو بدون ما تمسسه نار بدون ما تشعله بالنار إلى إشعاع فإذا أشعلت فيه النار في الفتيلة زاد ضياء فنجي إلى الآية مثل نوره كمشكات مشكات يعني هذا الثقب اللي في الجدار الكوه فيها مشكات مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح شنو هو السراج السراج شنو هو مخزن الوقود والقماش الذي يسمى بالفتيله الذي يوضع وهذا القماش يسحب الوقود تدريجيا فهذا يسمى مصباح. المصباح في زجاجة، يعني زجاجة على هذا المصباح كالفانوس أو أمام هذا المصباح بحيث أنه أغلقت منفذ الهواء عليه حتى لا يتشتت نوره. الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة صافية، لأنه اكو بعض أنواع الزجاج، البلور، الجام. فيه كدوره هذا شويه يقلل من اشعاع النور لكن اذا الزجاجه كانت صافيه لا كدر فيها مثل الزجاجات اللي الان بعد في المعامل تنتج بعض الاحيان الانسان اصلا لا يعلم ان هنا زجاجه لشده صفائها الزجاجه كأنها كوكب دري هذا الدري إما منسوب إلى الدر يعني هي الزجاجة لوحدها فيها إشعاع فكيف إذا المصباح فيها أضاء؟ وقيل إنها من الدريء من الدرء بمعنى المنع يعني تطرد الظلام بسرعة الزجاجة كأنها كوكب دري زين الآن كل وسائل اشعاع هذا النور وصفاء هذا النور وجمال هذا النور موجود، يبقى الزيت يوقد يعني ذلك المصباح من شجره زيتونه اللي وقوده وقودها من احسن الوقود يوقد من شجره زيتونه يعني من زيت الزيتون لان زيت الزيتون له استعمالات مختلفه طبعا طريقه عصره ايضا قد يختلف كما ينقل احيانا يعصر ليؤكل احيانا يعصر ليكون وقودا يوقد من شجره مباركه يعني كثيره الخير لان شجره الزيتون كثيره الخير زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يعني لا هي في المرتفعات الشرقيه بحيث انه الشمس عندما تشرق في الصباح لا تلوحها باعتبار ان الجبل مانع عن اشراق الشمس صباحا عليها فمتى تشرق عليها الشمس من الظهر الى العصر او اذا كانت في الغرب يعني خلفها المرتفعات الغربيه في بدايه الصباح تشرق عليها الشمس اما من الظهر فما بعد العصر لا تشرق عليها الشمس هذه الشجره اللي الشمس تشرق عليها ارب من طلوع الشمس الى غروب الشمس تكون اجود من الشجره التي هي تقع في المرتفعات الشرقيه او المرتفعات الغربيه. فزيت هذا المصباح توقد من شجره يوقد ذلك المصباح من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه، طبعا بعض المفسرين قالوا المراد ارض الشام لا هي في شرق الارض ولا هي في غرب الارض، في وسط الارض. لأن زيتونها أجود أنواع الزيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس, تمسس نار هذا الزيت لشدة صفائه يعكس النور كأنه مضيء فإذا مسته النار يعني وضعت الفتيلة فيه وأشعلت النار فيه زاده ضياء وسطوعا نور على نور يعني هو بالذات يعكس النور فإذا أشعلت النار فيه زاد نوره فكأنه نور على نور ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول يهد الله لنوره من يشاء لأن أول الآية الله نور السماوات والأرض ثم ذكر المثل مثل نوره كمشكات إلى أن يقول يهد الله لنوره من يشاء يعني نور الله سبحانه وتعالى البعض قالوا ان المراد لنور هذا المصباح لان احيانا في الليالي المظلمه في الموانئ للسفن في على المنائر الطويله كانت يوضع النار حتى الناس في الليالي المظلمه البحاره الذين في الصحراء كذا يهتدون إلى الطريق يهدي الله لنوره من يشاء زين هذا ضرب للمثل ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم زين هذا تفسير الآية لهذه الآية تأويل بطون الآية كما ذكرنا سابقا القرآن له ظاهر وله باطن ظاهر القرآن هو ظاهر القرآن حجة لمن يفهم ذلك الظاهر لمن يفهم اللغة العربية. لكن باطن هذا القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الذين علمهم الله سبحانه وتعالى لأنه ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إذا أريد بالكتاب المبين القرآن الكريم كل شيء في القرآن موجود لكن في ظاهره بعض الأشياء وفي باطنه سائر الأشياء زين هذه الايه فيها باطن مثل نوره كمشكات هذا الحديث يقول المشكات فاطمه الزهراء سلام الله عليها فيها مصباح المصباح هنا الحسن عليه الصلاه والسلام المصباح في زجاجه الحسين عليه السلام الزجاجه كانها كوكب دري فاطمه نورها يشع على نساء اهل الدنيا يوقد من شجره مباركه يعني ابراهيم لان اصل اهل البيت عليهم الصلاه والسلام نسبهم يرجع اليه لا شرقيه ولا غربيه يعني لا يهوديه ولا نصرانيه مسلم لان ابراهيم حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين يكاد زيتها يضيء يعني العلم ينفجر منها في كل مكان نور على نور يعني امام بعد امام يهدي الله لنوره من يشاء يعني نور الائمه ويضرب الله الامثال للناس هذا تاويل للايه طبعا هذا احدى التاويلات لهذه الايه الشريفه هذه الآية الشريفة لها تأويلات متعددة ولا منافاة بين هذه التأويلات، لأن القرآن له بطون كثيرة، كل تأويل بطن من تلك البطون، أو البطن الواحد له مصاديق في حديث ذكر مصداقا وفي حديث آخر ذكر مصداقا آخر ولا منافاة بينهما، يعني مثلا واحد يسألك: ما هو الحاكم العادل تقول رسول الله تشرح الحاكم العادل بذكر مصداق ثم واحد آخر يسألك ما هو الحاكم العادل فسر لي معناه تقول علي بن أبي طالب تشرح ببيان مصداق أكو منافات بين كلامك لا ذاك مصداق وهذا مصداق انظر سيرة الرسول تعرف معنى الحاكم العادل انظر سيرة امير المؤمنين تعرف معنى الحاكم العادل. فهذه التاويلات المختلفة لا منافاة بينها لانها قد تكون من البطون المتعددة او تكون مصاديق لمعنى واحد، في تاويل ذكر مصداقا وفي تاويل اخر ذكر مصداق اخر. طبعا هنا نبين مسالة، وتلك المسالة مسالة هامة. التاويل نحن لا طريق لنا لمعرفته تأويل القرآن. هذا علم خصّ الله به رسوله محمدا صلى الله عليه واله والأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من بعد رسول الله فقط حصرا. لا أحد غيرهم يعلم التأويل إلا بالمقدار الذي بينوه لنا انا ما لي حق اجي واول القران يعني احمل القران على خلاف ظاهره واذكر البطن بدون ان يصل ذلك عن رسول الله وعن الائمه عليهم الصلاه والسلام وكما قالت الايه وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم لان الله سبحانه وتعالى علم التاويل لرسوله محمد صلى الله عليه واله. هو بالاساس علم التاويل خاص بالله كبقيه الكمالات. لكن الله سبحانه وتعالى علم رسوله علم التاويل كما علمه سائر العلوم الاخرى. فرسخ في العلم رسوخا. والرسول علم امير المؤمنين، علمني الف باب من العلم يفتح من كل باب الف باب. ومن امير المؤمنين الى الائمه واحدا بعد الاخر. فاحنا ما النا حق نجي ناول بدون ان يصل التاويل عن الائمه ومن قبلهم عن رسول الله صلى الله عليه واله. وبين التاويل والظاهر لا منافاه، الظاهر حجه لجميع من يفهم اللغه العربيه والباطن ايضا حجة لكن بشرط ان يصلنا عن طريقهم، ما الى واحد يجي اول بكيفه واذا واحد اول بكيفه من غير ان يصل ذلك التاويل من الرسول والائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام فهذا من التفسير بالراي ومن فسر القران برايه هلك كما في حديث شريف في حديث آخر من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار يعني يحجز مقعده من في النار بسبب هذا العمل هو واحد يروح يشتري بطاقة طائرة أو قطار أو سيارة يحجز مكان له هذا اللي يفسر القرآن برأيه ومن تفسير القرآن بالرأي هو التأويل من غير دليل من الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام فإذا أول بدون وصول حديثا عن الرسول والأئمة فهذا تفسير بالرأي يكون، نعم إذا وصل منهم فهو أخذ العلم منهم وقد أمر الله بذلك أن نأخذ العلم منهم، لكن واحد يجي يأول من كيفه خلاف الظاهر بدون ما أن يكون وصل ذلك من رسول الله ومن الأئمة فهذا من مصادق التفسير بالرأي. ولا يجوز احنا تكليفنا ان نعمل بظاهر القران نفهم الظاهر فنعمل به الباطن لازم الائمه يقولوا الرسول يقوله فاذا قالوه ايضا عملنا به لانهم قالوه لان الله سبحانه وتعالى امرنا ان ناخذ التاويل منهم زين هذا التاويل في هذا الحديث الشريف من مصادق التاويل المشكات فاطمه المصباح فيها مصباح يعني الحسن عليه السلام، المصباح في زجاجة يعني الحسين، الزجاجة كأنها كوكب دري، فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنيا، يوقد من شجرة مباركة يعني إبراهيم، زيتونة لا شرقية ولا غربية يعني لا يهودية ولا نصرانية، يكاد زيتها يضيء يعني ينفجر العلم منه. إلى آخر الحديث الشريف. أكو بعض الناس يجي يقول شنو هذا الحديث شنو هذا الكلام زين هذا الكلام قاله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ونحن نعتقد بأن القرآن في كل شيء فيه له ظاهر وله باطن نعمل بالظاهر ونأخذ الباطن عنهم وهذا الحديث لا يخالف بقية الأحاديث بل موافق مع القرآن يعني الإمام الحسن والإمام الحسين أليس نور نعم نور نوران الحسن نور الحسين نور أليست فاطمة أم الأئمة أم الأنوار كما أن المشكات محل وموضع للمصباح فاطمة الزهراء أم الأنوار فهي المشكات أليست فاطمة هي زهراء تزهر لأهل السماء والأرض كأنها كوكب دري أليس إبراهيم هو الشجرة الطيبة؟ في القرآن الكريم كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ويقابلهم بنو أمية ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة زين إبراهيم هو الشجرة الطيبة يعني التي الثمار من هذه الشجرة إسماعيل ومن إسماعيل الرسول صلى الله عليه واله واهل البيت عليهم الصلاه والسلام من شجره مباركه يعني ابراهيم لا شرقيه لا غربيه صراط مستقيم لا من هنا لا من هناك اليهوديه النصرانيه سائر الفرق والملل هذه انحرفت عن الطرق عن الصراط المستقيم لكن هذا الطريق الذي عليه الرسول والائمه وكان عليه ابراهيم هذا صراط مستقيم يكاد زيتها يضيء يعني العلم ينفجر منها، زين العلم علم الدين من اين اخذناه؟ من رسول الله ومن اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، فهذا التاويل ايضا يتطابق مع الادله الاخرى والروايات الاخرى، فالانسان يكون منتبه ما يقبل اي تاويل الا اذا كان ذلك التاويل عن رسول الله وعن الائمه عليهم الصلاه والسلام في الكتب المعتبره وذلك التأويل لا يخالف سائر العقائد الحقه، فلماذا تعرض عنه؟ غريب نعم كثير من الامور غريبة، الان الاختراعات الجديدة، الاكتشافات الجديدة، احنا لما نست... نسمعها نستغرب منها، نعم الانسان العلم الذي لم يكن يعلم به إذا سمعه يستغرب منه، است... الاستغراب مو دليل بطلان ذلك الشيء، الاستغراب دليل جهلنا، كنا جاهلين فالله سبحانه وتعالى من علينا بان الرسول والائمه بينوا بعضا من العلم وصل الينا فاذا فهمنا ذلك الكلام وعملنا به تنورت قلوبنا به، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل البصيره في قلوبنا هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين.